من جديد ارحب فيكم مشاهدينا في برنامج هذا الصباح. نعود الى الماضي، مدينة تعليمية متكاملة مخصصة للأطفال. هذه المدينة تشجعهم على البحث والاستكشاف في قالب تعليمي ترفيهي ليحصلوا على معلومات مفيدة وأيضا قيمة. إنها مدينة الطفل في دبي، والتي صممت لتجيب على أسئلة الأطفال الفضولية حول العلوم والبيئة والفضاء وغيرها من خلال تجارب تفاعلية. طبعا ما في أكثر فضولا من مراسلنا هذا الصباح محمود حمدان ليعود بنا بالزمن لأيام الطفولة ويأخذنا بجولة هناك. صباح الخير محمود. صباح النور ديالا ومهران. فعلا يأخذنا الفضول حتى نعود إلى أيام الطفولة في هذا المكان الرائع، قرية الطفل. هي أول مدينة الطفل، عفوا، هي أول مدينة تعليمية في المنطقة تستهدف الأطفال من سن سنتين إلى 15 عاما. الجميل في هذه المدينة أنها دائما متجددة في جميع الأجنحة التي فيها، أجنحة لاستكشاف الفضاء والأرض والبيئة وأيضا للإنسان، ومختبرات تعليمية تفاعلية ومتجددة أيضا بأنها تواكب الأحداث. واليوم نواكب اليوم العالمي للبيئة، هناك ورش عمل متخصصة مختلفة كما نرى هنا تستهدف الطلبة من مختلف الأعمار. هذه ورشة عمل لإعادة التدوير من بلدية دبي، ويتم هنا تعليم الأطفال كيف يمكن أن يستفيدوا من النفايات المنزلية أو أي أغراض يتم الاستغناء عنها وتدويرها. هنا على في هذا المكان ورشة عمل أخرى يتم فيها تعليم الأطفال الزراعة المنزلية وكيف يمكن أن يصنعوا بستانهم الجميل داخل المنزل، ما هي خطوات زراعة النبات من البذرة حتى غرس الشتلة والتسميد والأمور المختلفة التي لها علاقة في الموضوع. هناك ورش عمل أخرى أيضا وفعاليات قامت بها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال هذا اليوم أيضا لتوعية الناس أو الطلبة ب اليوم العالمي للبيئة. وهذه هي بعض الشخصيات التي ترافق الطلبة اليوم لتعبر عن الأرض والمياه وكيف تساعدهم أو ترشدهم في توفير المياه والترشيد استهلاك الكهرباء. وهنا يتم إعطاء الطلبة بعض الكتيبات التي تساعدهم والكتب التي تساعدهم في تعلم هذه الأمور والرسائل، لتصل لهم الرسائل التي من شأنها أن توعيهم أكثر بالبيئة في اليوم العالمي للبيئة. من هنا من هذا المكان في دبي كما نرى تفاعل حي مع جميع يعني ما يحصل هنا من خلال الطلبة، يتفاعلون بشكل مباشر مع ورش العمل حتى يتعلموا بأنفسهم كيف يحافظوا على البيئة. من مدينة الطفل في دبي مهران وديالا أعود إليكم وأعود إلى عمري الطبيعي مرة أخرى.